السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: عملة صنعاء المعدنية تغزو عدن. وإلى التفاصيل: كشف ناشطون وإعلاميون عن ظهور العملة المعدنية من فئة 100 ريال في مدينة عدن، مقر الحكومة الموالية للتحالف. وكانت الحكومة الموالية للتحالف قد أصدرت تصريحات وبيانات ضد العملة المعدنية التي أصدرها البنك المركزي في صنعاء، واعتبرها غير شرعية. وقال ناشطون إن العملة المعدنية ظهرت في عدن ويتم التداول بها بسعر 300 ريال من العملة التي طبعها البنك المركزي في عدن دون قضاء. واعتبروا ظهور العملة المعدنية من فئة 100 ريال تأكيد على انعدام ثقة المواطن بالحكومة الموالية للتحالف في ظل الانهيار المستمر لسعر العملة في مناطقها، والذي يقترب من حاجز 1684 ريال لتوالي الواحد و 440 ريال مقابل الريال السعودي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.